عجبني فايلر كابتن اسلام انه هادي هادي خالص وبيتكلم بهدوء، حتى في المباريات على مقاعد البلاء بيبقى واقف عنده هدوء غير عادي، ايا كانت نتيجته ايا كانت ظروف المباراه بيعرف يفكر بهدوء، بيتكلم بهدوء، بيجاوب على اي سؤال بيتسال عليه. واضح من المؤتمر ان هو بيتكلم ان هو ما عندوش سبيل غير المكسب وبيتكلم بشكل واضح. النقطه اللي هي انا بشوفها في كل مؤتمر الراجل بيجاوب عليها قصه الاهلي محليا غير افريقيا، دي ليها نقطتين. نقطه هو جاوب عليها بالشياكه وقال لي ان المستويات وانه بيقابل فرق قويه، لكن عندنا وجهه نظر ثانيه مهمه جدا ان مباراه هم مباراتين، مباراه النجم اللي قلت عليها دي سبب كتير في 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 الشكل العام، وطبيعي انك لما بتلعب 10 او حتى ممكن كامل خطا تحكيمي واضح كمان او ايا كانت قصه، طبيعي ان ممكن تكسب او تتغلب او يعني، والنتيجه ما كانتش بالشكل الكبير لكن اثرت عليك بشكل كبير. زي ما انت قلت مباراه بلاتينيوم كده كده اعتقد ان انت كسبت بلاتينيوم وحطيت الترتيب هتلاقي نفسك لازم تكسب الماتشين دول. كمان مباراه بلاتينيوم دي الاهلي واجهته فيها حاجه غريبه جدا، مباراه الاهلي لعب بيها بدون صفقاته من شهر يناير السنه اللي فاتت، يعني المباراه دي غاب عليها 8 نجوم، يعني اهم صفقات عملتها في يناير وعملتها في بدايه الموسم كل الصفقات دي ما لعبتش في مباراه بلاتينيوم باستثناء قفشه لعب شوط. يعني انت يعني بنص تيم لعبت والاهلي ما بيقفش على حد وكل حاجه، لكن برضه فرقت معاك ضغوط المباريات والاصابات اللي بتحصل كل مره مع تتابع المباريات في الدوري، الاهلي بيدفع ثمنها في افريقيا على طول. صح. فبالتالي دي امور واضحه، الامور اللي احنا فيها دلوقتي ان لا بديل للنادي الاهلي عن المكسب والاداء بهدوء امام فريق بكره هيلاعبك بهدوء خالص، هيضغط عليك اول 10 دقائق بالشكل الجامد جدا عشان ياخد ثقه. زي ما انت بتقول جماهير لعيبه جهاز فني كله جاهز بكره ان شاء الله، برضه بكرر لك ان شاء الله يكون توفيق ربنا موجود. عجبني جدا كلمه رامي ربيعه وهو بيتكلم، قال لك احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده واحنا اللي هنطلع منه، لان هو ده دايما النادي الاهلي احنا دايما كنا بنقول هذا الكلام، يعني دايما مباريات وخصوصا مباريات الاهلي والنجم الساحلي احنا اللي كنا بنحط نفسنا في الموقف ده ولازم نطلع من الموقف ده. طيب خلينا نطلع نشوف برضه ماذا قال جاريدو.